السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة عن تركيب أو تسطيب نسخة ويندوز 10 على جهاز الكمبيوتر. أول حاجة هنجيب الفلاشة اللي عليها النسخة ونحطها في USB. قبل ما نشغل الجهاز، ماشي. بعد كده نشغل الجهاز، ونيجي على لوحة المفاتيح نضغط F2، F2 على طول. زي ما احنا شايفين اهي، نضغط F2، ماشي، لغاية ما يبدأ السيت اب. كده ظهر عندنا السيت اب، ماشي. هنطلع على جنرال، ماشي، ندوس على الزائد كده وبوت، ماشي. وهنيجي على الشمال هنا، هنخلي اليو اس بي هي اول واحدة، ماشي، اي اللي هي يو اس بي دي. هنطلع بيها فوق، اللي هي دي هنطلع بيها فوق لغاية ما نخليها. طبعا اول واحدة هنا الهارد ديسك، زي ما احنا شايفين هنا الهارد ديسك اول واحدة. هنجيب اليو اس بي دي فوق، بقت اليو اس بي فوق اهي، وهنضغط ابلاي او تطبيق، ماشي، ونضغط اكزيت ونستنى لغاية ما يشتغل. كده هيبدأ من اليو اس بي، ماشي. نضغط F1، كده هيشتغل من، ممكن نضغط F12 عشان نجيب نتأكد من البوت. هنضغط F12 على طول كده برضه، نفضل نضغط F12 لغاية ما يشتغل من، يدينا الخيارات بتاعت البوت. كده بدأ من اليو اس بي من النسخة اهو، اداني الخيارات بقى انجلش يونايتد ستيتس، انجلش يونايتد ستيتس يوس. هنضغط نيكست لو انت عايزها بالعربي، بس احسن حاجة انا نصيحتي بالانجليزي. وانستول ناو، ماشي. يستحسن طبعا ان احنا نكون فاصلين الانترنت عن الكمبيوتر. هنضغط على اول واحدة، خيارات ام بين خيارات، هنضغط على اول واحدة زي ما هي كده. ويندوز 10 هون 86 اللي هي 32 بيت، ونكست، ماشي. بعد كده اي اكسبت ونكست. بعد كده هنختار كاستم اللي هي تحت دي، عشان نختار اللي فوق هنختار دي. طبعا زي ما هو مديني النسخة، هيجيب عن النسخة، منشط النسخة، البارتيشن اللي عليه النسخة اللي هو السي. هنضغط فورمات، طبعا لازم نضغط فورمات هنا. طبعا مديني خيارات ديليت ومش عارف ايه وبتاع ده، هنضغط فورمات. لو انت عايز تمسح امسح، بس انا بقى بقول لك فورمات، يبقى تمشي زي فورمات. اوكي، ماشي، اديك رسالة تقول له اوكي خلاص. بعد كده خلص اهو، اقول له نيكست، هيبدأ كده يخلص دول. لما يخلص دول هنبدأ مع بعض، ماشي، هتمشي كده لغاية 100%. وبعد كده ينزل يخلص
كل حاجة. كده اهو بيقول لي getting ready، استنى شوية برضو. انا للتأكيد هضغط F2 تاني عشان ارجع البوت من الهارد ديسك. لو انت مش عايز احنا عملناها ضغطنا F12 قبل كده. طبعا انا هجيب من جنرال برضو هنا وبوت. طبعا هنا زي ما انتم شايفين عندنا اليو اس بي في الاول، هرجعها تاني واجيب الهارد ديسك. الهارد ده اللي هو تاني واحد ده هجيبه في الاول، يبقى هنشط تاني واحدة دي الهارد واجيب واضغط على السهم طالع كده. كده جبنا ايه اشتغل من الهارد ديسك، واضغط ابلاي او تطبيق واكزيت. كده بقى هيشتغل من الهارد ديسك للتأكيد، يعني احنا كنا عملناها من الاف 12 بس عشان ترجع بقى طبيعية في اي وقت للتشغيل هنجيبها من السيت اب. زي ما ضغطنا F2 ويجي سيت اب نضغط جنرال ونضغط بوت. ماشي كده نضغط F1 ونستنى شوية لغاية ما تبدأ. ادانا خيارات، طبعا نضغط انتر على طول من ماشي كده هيبدأ. جاست مومنت يعني لحظة، نستنى شوية. هنا طبعا بيديني ايه ليت ستارت ويز ريجن، هنختار نختار ايجيبت. هنختار ايجيبت ايجيبت فين ايجيبت نختار ايجيبت ادي ايجيبت ماشي، ونختار نيكست. برضو جاست مومنت اذا قلنا خلاص خليها ايه ماشي انجلش ادليت، نقول له سكيب just a moment هيدينا. طبعا احنا لازم نكون فاصلين الانترنت، واقول له I don't have internet. طبعا عشان ايه؟ عشان ما يقوليش ايه update مش update. نفس الانترنت continue قصدي sorry continue. هنستنى شوية النتورك. طبعا اجريمنت دي نقول له ويندوز ليسانس اجريمنت اكسبت. ونيم اختار اسم للكمبيوتر مثلا محمود اي اسم ماشي من غير باسورد. هنقول له نيكست على طول ماشي. هنا طبعا اهم حاجة دي كله هنخليه كل ده يس يس دي هنخليها ايه نو ماشي خلاص كله هنخليها نو. دي اهم خطوة عشان تبقى عارف ما تفوتش ولا واحدة، عشان بعد كده ما يقولكش ابديت كل شوية والجهاز يتقل وما تعرفش تعمل حاجة. خلاص كده كله نو اهو اصفر، نقول له اكسبت ماشي هاي. وكده ايه هيخلص ويبدا النسخه getting everything ready for you. ماشي نستنى شويه خلاص كده ما تفيش. بص don't turn off your computer your PC your computer ماشي this might several minutes. هيستنى شوية كده وبعد كده هتبدأ النسخة.
كده طبعا النسخة خلصت اهي. ادي الشاشة زي ما قدام حضراتكم، ما فيهاش طبعا ماي كمبيوتر. ماشي، هنضغط بيرسونالايز. ماشي، هنيجي هنا ديسكتوب، هننزل تحت كده. احنا نزلنا تحت لغاية ديسكتوب ايكون سيتنج، وهنختار هنعلم على ماي كمبيوتر زي ما انت عايز. تظهر على سطح المكتب اظهر براحتك، انا بس انا عايز اظهر ماي كمبيوتر بس على سطح المكتب. وابلاي اوكي. ماشي، ونطلع منها كده ظهر ماي كمبيوتر. عايز بقى تعمل انت اي تعديلات؟ ماشي، ميبي لاتر كده. ايه زينا شايفين سطح المكتب اهو، ودي ماي كمبيوتر، كل حاجة تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.